الجزائر تبهر من جديد في يوم تاريخي مجيد، بلد والشهداء يجمع العرب في يوم عيد الاستقلال والشباب. فالأحلام عند الجزائريين أصبحت مجرد أهداف فقط يتم الوصول إليها بالتفاني والإتقان. الجزائر واصلت خلال حفل افتتاح الألعابية العربية الرياضية صنع التميز بسواعد شباب هذا الوطن. في حفل افتتاح الألعاب اجتمع العرب فجسدت مقولة في الجزائر نلتقي وبالرياضة نرتقي. الجزائر وصلت إلى مرحلة غير متوقعة ووجهت رسالة من الأعماق إلى العالم، مفادها أن الإرادة تقهر كل شيء. حفل الافتتاح الذي مزج بين تاريخي الجزائر الشامخ وحاضرها المشرق رد على كل التساؤلات ورسم اسم الجزائر عالياً تماماً مثلما رسمته الطائرات والمسيرة في سماء ملعب 5 جويلية الأولمبي. الجزائر أثبتت للمرة الألف أنها تجمع ولا تفرق وترحب بالجميع ترحيباً مضاعفاً، فأعادت صياغة التاريخ بطريقة فريدة من نوعها واختزلت الإبداع في ليلة ليست ككل الليالي. الدولة والجزائرية وجهت ضربة قاضية للأعداء، فعزيمة الرجال رفعت السقف عاليا وجعلت المتربصين بهذا الوطن يعودون إلى جحورهم سريعا. انتهى الحفل على وقع الألعابية النارية وعمت الفرحة، واتفق الجميع على عبارة واحدة: إنه عالمي. زير تيب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.